مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة أنا الصحفي، وهذه الفقرة التي نهتم فيها بإظهار المواهب للمشاركين معنا، المواهب الصحفية والإعلامية في إعداد وإنتاج المواد الإخبارية. في هذه الحلقة سنستعرض تقريرا لمشترك اسمه براء الحريري. براء قام بإرسال فيديو من إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، نتابع. تحفة معمارية فنية تتربع على عرش إمارة الشارقة، السوق المركزي أو الإسلامي. بني عام 78 واستغرق بناؤه 29 شهرا. يتكون من مبنيين ضخمين يطل أحدهما على بحيرة خالد وسط إمارة الشارقة. وإذا ما دخلت السوق تشعر براحة نفسية وتغريك التحف والتصاميم وللألبسة رونق مختلف تعكس فخامة الزي الخليجي، فتجذب السياح من كل حدب وصوب. كذلك المجوهرات جمعت بين العراقة والحداثة، أما السجاد العجمي والتحف الفنية تكمل ما تبقى من عظمة المشهد. 600 محل تجود بأزهى الألوان والبضائع، فتترجم عبارة مشهورة كتبت وسط المدينة: ابتسم أنت في الشارقة. إذن مشاهدينا، كما تابعنا هذا الفيديو من المشترك براء حريري من إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. براء قام بإعداد هذا الفيديو وتصويره بجهازه الموبايل، بالجهاز الشخصي، وهو شيء جيد كما أخبرناكم من قبل، بإمكانكم استخدام أي وسيلة متاحة بين أيديكم. نستقبل دائما فيديوهاتكم على هاشتاج أنا الصحفي وهاشتاج من غرفة الأخبار. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.